السلام عليكم ورحمة الله. سوف نكمل سلسلة تعلم الكلمات الألمانية للمستوى الأول A1. اليوم سوف نتحدث عن الكلمات التي تبدأ بحرف R. هنا حرف R هو ممكن أن ينطق R أو R أو أيضا إخ، يعني إغ قريبة للإخ. وطبعا توجد قواعد لهذا الحرف، فهو لا ينطق دائما، ونستطيع أن ننطق هذا الحرف R أو إغ. فأنا عملت درس عن هذا الحرف، كيف ينطق في أول كلمة، وسط الكلمة، في آخر الكلمة، فسوف أضع لكم الفيديو في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. راد فارن، راد فارن يعني قيادة الدراجة الهوائية. نستطيع أيضا أن نقول غاد، راد أو غاد. Das Kind kann schon Rad fahren. أو Das Kind kann schon Rad fahren. يعني الطفل يستطيع أن يقود الدراجة الهوائية. Rauchen، rauchen يعني يدخن. أو rauchen، rauchen أو rauchen. Ich rauche nicht، أو ich rauche nicht، أنا لا أدخن. Der Raum أو der Raum، والجمع دي غويمة أو رويمة، والمقصود به حجرة أو غرفة أو مكان. Der Unterricht ist im Raum 332. Der Unterricht ist im Raum 332. يعني الدرس هو في غرفة أو حجرة رقم 332. Die Rechnung. Die Rechnung يعني الفاتورة أو die Rechnung. والجمع دي رechnungen. دي رechnung bitte. دي رechnung bitte. الفاتورة من فضلك. rechts. rechts يعني يمين أو rechts. دي Schillerstraße ist hier rechts. دي Schillerstraße ist hier rechts. يعني شارع شيلر هو هنا على اليمين. regnen، regnen يعني تمطر أو regnen. heute regnet es، heute regnet es، اليوم تمطر أو سوف تمطر. der regen، der regen المطر أو der regen. bei diesem regen gehe ich nicht raus، أو bei diesem Regen gehe ich nicht raus، يعني في هذا المطر لن أخرج إلى الخارج. Der Reis، Der Reis يعني الأرز، نستطيع أيضا نقول Der Reis. Ich esse gern Reis، أو Ich esse gern Reis، يعني أحب أن أكل الأرز. Reisen، reisen يعني يسافر أو reisen. ich reise gern أو ich reise gern، يعني أنا أحب السفر. die reise، die reise يعني رحلة أو سفر، سفرة. طبعا نستطيع أن نقول reise. wir machen eine reise nach Österreich أو Wir machen eine Reise nach Österreich. يعني سوف نقوم برحلة إلى النمسا، أسترايش يعني النمسا. وطبعا هذه الكلمات موجودة في القاموس على الموقع germanhof.com. هذا كان درس اليوم، نراكم إن شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.